ومن القاهرة بنرجع مع الملحن مصطفى جاد اللي استقبل مولوده الأول منذ أيام من زوجته الفنانة كارمن سليمان. قابلنا مصطفى في افتتاح مطعم بريك تايم وطمنا على حالة كارمن وأسباب اختيار اسم زين لطفلهم. بعد النجاح الكبير اللي حققه مطعم بريك تايم بالسعودية، تم افتتاح أول فرع ليه بالقاهرة. المطعم بريك تايم لسه حائز على جائزة أحسن مطعم في المملكة العربية السعودية. شغالين كل حاجة بكل حاجة تخدم الفرنشايز. احنا كفرنشايز نفس الديكوريشن، نفس المينيو، بنخاطب جميع الثقافات. الملحن مصطفى جاد اللي رزق مولوده الأول من أيام كان موجود هناك. أنا جاي على عيني، لأن الناس دول عزاز عليا جداً، وجيت يا دوب عملت الواجب وبجري على طول. انا انتيبيوتيك بقالي يومين، انا بقالي 48 ساعه ما نمتش طبعا. يعني كل الناس اللي مجربين الخلفه عارفين حاجه زي كده. يعني مصطفى طمنا على صحه كارمن سليمان والمولود، وقال انه من ساعه ما بقى اب دنيته اختلفت. اهم لحظه لحد دلوقتي في حياتي، يعني لو مهما وصفت لك مش هقدر اقول لك ايه الاحساس تحديدا. يعني الاحساس انك بتحس انك بني ادم تاني غير اللي انت يعني كنت متخيل ان انت عليه. يعني وخلاص كل اللي انا حلمت بيه بقى بين ايديا. ورغم اعتراض كارمن مراته على اسم زين في البدايه، الا انها وافقت في الاخر. الاختيار اختياري يعني هي احترمت الرغبة. أنا بحب الاسم ده قوي، والاسم ده ليه حدوتة، بس يعني حدوتة خاصة شوية. هو وكارمن بيشتغلوا في المجال الفني، فهل هيحبوا لزين إن يكون فنان زيهم؟ لا والله خالص. أتمنى إن هو يبقى مبسوط، يبقى ناجح، يبقى بيعمل حاجة هو بيحبها. مش هأثر عليه أي حاجة، اللي هو عايزه اللي هو يقرره. ربنا يا رب يحفظ كل ولاد الناس ويطرح فيهم البركة يا رب. في المطعم كان كل شيء مثالي، ولما دخلنا المطبخ وشفنا الأكل كان نفسنا نجرب كل الأصناف من حلاوتها. والضيوف كمان كانوا معجبين جدا بأجواء المطعم المميزة وشكروا القائمين عليه. ألف مبروك افتتاح المحل، والله يبارك لأصحاب المحل، والمحل ما شاء الله تبارك الله من أحسن الأماكن. نبارك لصاحب المحل على الافتتاح المحل الجميل هذا، ونقول إن شاء الله زباينكم باستمرار وما قصرتوا يا بريك تايم. نحب نبارك لصاحب المحل موفق إن شاء الله، وبداية قوية ومن تقدم لتقدم. عربود والله ما قصرتوا.